يعني واحده زي السيده تمادر توفيق. تمادر توفيق خريجه كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه، وكانت تمثل في مسرح الاوبرا المصريه. تمادر توفيق انشات فريق للمسرح من زميلتها ومن زملائها في الاذاعه المصريه عندما التحقت بها. تمادر توفيق كانت اول امراه ترأس القسم الاوروبي في الاذاعه المصريه، ثم اصبحت رئيسه. كانت اول امراه ترأس التلفزيون وكانت مخرجه، اول مخرجه ودرست التلفزيون في الولايات المتحده الامريكيه في اولى البعثات مع صلاح زكي وبابا شارو. يعني المراه المصريه كانت متسلحه بالوعي وبالثقافه وبالتعليم. فيعني صفيه المهندس كانت في كليه الاداب بتمثل على مسرح الجامعه، التقطها محمد فتحي وعبد الوهاب يوسف، قالوا لزكي بيكي المهندس، لم يمانع وامتحنها بابا شارو. طب كان في مجامله بقى لما دخلت بقى الاستاذه صفيه المهندس في الاذاعه وهو والدها؟ ابدا ما كانش في مجامله، لانها طبعا فضلت شوفي جمالها. دي بقى ام الاذاعيين، ام الاذاعيين كلهم ستات ورجاله. لا والكاريزما بتاعتها على وبرامجها اللي مستمره لحد النهارده تسمعها. الرساله اليوميه في البرنامج الاشهر على مستوى العالم العربي اللي هو ربات البيوت، ربات وكانها البيوت. تقول الى ربات الشعر، شوفي صوتها بقى، ربات البيوت. الرساله اليوميه اللي بترد فيها على تساؤلات ربات البيوت ما زالت وكأنها مسجلة أمس أو اليوم. برامجها كانت جميلة جدا. طب تلاميذ بقى اللي حوالين كانوا الأستاذة صفية المهندس، عايزين نشوف بقى عدد كبير من السفيرات. هي افتتحت الطريق. أيوة. وبدأ من عام 50 يا فندم جيل من الأستاذات الحقيقة الكثيرات. طبعا جيل سامية صادق، وجيل السيدة أمال فهمي. ثم ونادية توفيق في صوت العرب، وبعد كده همة مصطفى العظيمة، همة مصطفى قارئة الأخبار ومحاورة الرؤساء. صحيح. هذه أنتوا كنتوا قبل الفقرة دي بتكلموا مع فاروق إبراهيم، عن فاروق إبراهيم الذي كان يصور الرئيس السادات. السيدة همة مصطفى عملت سلسلة من اللقاءات مع الرئيس السادات. همة مصطفى كانت مذيعة في البرنامج العام، جيدة جدا في الإذاعة. وبعد كده كانت بتقدم برنامج أشهر، أنا شرفت بتقديمه أوائل الطلبة. شوفي امرأة ومذيعة وكانت تطلع في وسط المدارس وتقدم بعد عباس احمد، خدت البرنامج قدمته، وكان بتقدم الاسبوع في ساعه برنامج سياسي. وكانت من اوائل من قرا نشرات الاخبار. وانت فاكره طبعا اميمه عبد العزيز طبعا، اللي كانت زميلته اميمه عبد العزيز اللي دربت يعني جيل كامل من المذيعات. صوت رائع. بديعه رفاعي بعديها طبعا. بعد استاذه بديعه استاذتي انا. انا تتلمذت على يد بديعه رفاعي مع صبري سلامه. احنا مش كده، مش مرور الكرام على امال فهمي وساميه صادق. لنتكلم امال فهمي وساميه صادق. لا ده دول كانوا دول كانوا فرسي الرهان، ساميه صادق وامال فهمي. كان بينهم ما صنع الحداد، تنافس شريف. أيوة. ورغم كده ويعني امال وساميه الاثنين بيتنافسوا على عرش الاذاعه. شفتي؟